السلام عليكم، معكم أخوكم محمد طيخ. درسنا اليوم راح يكون عن لاير ماسك. طبعا هو جدا سهل، وايد مفيد، يسهل علينا الشغل. طريقة جدا بسيطة اللي راح نسويه الحين، راح نطبق على هذا الدرس، ان راح ندمج كذا صورة باستخدام لاير ماسك طبعا مع بعض. أول شغلة احنا بطلنا كذا صورة مثل ما شايفين، 1 2 3 4 5 6 صور. اوكي، اللي راح نسوي راح نختار الموف تول. اوكي، نضغط عليه، نضغط على الصورة مع شيفت، ونروح حق الصورة اللي احنا بنحطها عليها، دراج دروب، صارت الصورة على الصورة الثانية عندنا هنا باللايرات 2. اوكي، هذا اللي راح ما نحتاجه، سكره، دونت سيف. اللاير الثاني نبي نفس الطريقة، دراج دروب. اوكي، سكر، ما تحتاج، دونت سيف. ثالث هم نفس الشغلة، شيفت، اسحب. اوكي، دونت سيف، اسحب مع الشيفت. اوكي، سكر الصفحة. اخر صورة كذا حطيناهم كل مع بعض. اوكي، الحين مثل ما شايفين عندنا كذا لاير موجودين هنا، نبي نحط لهم ماسك. فاللي راح نسوي نضغط على اللاير اللي نبيه، ونضغط على الدائرة اللي تحت فيعطينا صفحة ماسك. حلو، نصبغها باللون الأسود عن طريق استخدام أداة التب اللي انتم شايفينها، هذا الأسود. حلو، يكون لون أسود هنا، ونضغط. اوكي، نروح حق اللي وراه، نطق لير ماسك. ممكن طبعا احنا ما نستخدم التب، ممكن نطق بالكيبورد كوماند اي او شيفت، او عفوا كنترول اي، فيحول لنا اللون اللي هني انفرت طبعا قاعد يسوي، فقلب لنا اللون اسود. نفس الطريقة كوماند اي او كنترول اي، نضغط. الحين عندنا طبعا الباك جراوند، ما له داعي نحط له لاير ماسك. اللي راح نسوي اذا كان اللاير ماسك باللون الاسود، معناته انه يخفي لي الصوره. اذا كان باللون الابيض مثل ما شايفين، يعني طلع لي الصوره. فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نحول الجزء اللي نبيه للون الابيض، ناخذ البراش نحطه على حجم احنا نبيه، نقلب اللون الابيض، نتأكد ان احنا ماخذين اللاير اللي احنا نبيه، وفي مربع حوالين اللاير ماسك، ونمسح مثل ما شايفين. شوية نعمس الفرشة. اوكي، طريقة طلعنا الجزء اللي نبيه. بحالة ان احنا مثل ما انتم شايفين هنا، صار عندنا خطأ بسيط، دشينا على الجسم اللي احنا يعني اخطأنا فيه، ما نبيه انه يروح. فنعكس اللون عن طريق ضغط الاكس بالكيبورد، فيتحول معنا هنا ابيض واسود، ينقلب، او نقلبه بهالطريقة. ممكن ندش زوم. نمسح على الشيء اللي احنا نبيه، طريقة جدا سهلة.
مثل ما تشايفي. اوكي، نروح حق اللاير اللي وراه نفس الطريقة. نمسح على شيء اللي نبيه. هالطريقة. طبعا احنا لا، ما نبي هذه الشغلة تطلع، فنمسحها. يبقى خطأ حطيتها. اوكي، اللاير اللي وراه، تأكد بس انه اوكي كل شيء كامل. اللاير اللي وراه، طبعا انا قاعد اصغر الفرشة واكبرها باستخدام الكاب تول اللي هما بالكيبورد، تحصلهم فوق الانتر. رمزين. راح احط ان شاء الله درس عن الاختصارات شلون طريقتهم، بس اللي يعرف الكاب تول يصيرون فوق الانتر. اوكي، نروح حق اللاير الرابع، نمسح. اللاير الخامس. طبعا اللاير الخامس عندنا اختلاف شوية بس بالإكسبوجر، نحاول بس نضبطه. شيل شوي من السماء بالطريقة. طريقة جدا سهلة، نفس فكرة المساحة، لكن تعطيك حرية انك ترجع بأي وقت انت تبي. اوكي، الحين عجبنا الشغل، ممكن احنا ندمج الصور عن طريق الميرج داون. تروح تضغط هنا، يقول ميرج فيزبل، يعطيك اياهم كلهم صورة واحدة مثل ما انتم شايفين. هذه طريقة استخدام اللاير ماسك. اتمنى ان عجبتكم، اتمنى ان فهمت الطريقة. راح تسهل لنا وايد من الشغل ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم بدروس ثانية.